أغنية من أول دقيقة 66 مليون مشاهدة في أسبوعين على اليوتيوب. هل حبا لسعد المجرد وأليسا أم أن الكلمات لامستهم؟ هل رومانسية سعد في أغنية أول دقيقة حب خيالي يتمناه كل قلب ورسمه في خياله، ولكنه يبقى خيال أم واقعي عاشه الكثير وعبرت كلمات الأغنية عن ذلك؟ جدل كبير على أغنية سعد وأليسا بين وجود هذا الحب وبين عدمه. ما رأيك؟ هل هذا الحب موجود أم مجرد كلمات؟